هل اطلاع الله علينا في رمضان أكثر من اطلاعه علينا في غيره؟ هل التوبة مقبولة في رمضان فقط ولا في جميع العام؟ هل خلقنا الله لنعبده في رمضان فقط أو نعبده في جميع السنة؟ إذن ليس لكم إلا أن تطيعوا الله. من المستفيد من فعل الطاعة؟ الجواب أن الفائدة تعود لكم. من المتضرر من فعل المعصية؟ هل بإمكان أحدكم أن يخفي على الله معصيته حتى ولو أغلق الأبواب؟ من الذي سيجد وسيطا يتوسط له عند الله من أجل أن تؤخذ صفحة من صفحات كشف الحساب؟ عندنا اثنان شفيعان يشفعون لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. إذن اتخذ شفيعا عند الله بالصيام وكثرة قراءة القرآن. من كان مع الله كان الله معه. احفظ الله يحفظك. هل اطلاع الله علينا في رمضان أكثر من اطلاعه علينا في غيره؟ هل التوبة مقبولة في رمضان فقط ولا في جميع العام؟ هل خلقنا الله لنعبده في رمضان فقط أو نعبده في جميع السنة؟ إذن ليس لكم إلا أن تطيعوا الله وأن تستمروا في طاعته.